بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر الحكم المحلي لهذا المشروع اللي هو يعني تقريبا هو الشريك الأساسي في هذا الموضوع، والمجلس البلدي الحالي والسابق في سفارين. بلد بتحتاج الكثير، كثير من التحديات موجودة في هذا البلد، سواء في مواجهة الاستيطان أم في مواجهة المشاريع المقامة في المنطقة نفسها، اللي هي يعني بعض المسائل بتضر في صحة الإنسان هنا. بلد عظيمة تاريخها طويل جدا، وهي ممتدة في الخارج باتساع شديد بإبداعات وعلم، وتحتاج إنه نهتم فيها أكثر ونقوم فيها مشاريع أكثر. إحنا بنعرف إنه في مشكلة كهرباء، مع إنه في العام الماضي كان في هناك اتفاقية لحل مشكلة الكهرباء. أنا ما أعتقد إحنا بنقرب على الموعد في موضوع الكهرباء، بتحتاج الكثير الكثير. أنا جينا اليوم نفتتح ونستمع لمطالب البلد. هذا المشروع أتى من خلال وزارة الحكم المحلي وصولا لتمكين الهيئات المحلية في تحقيق احتياجات المواطنين، ونحن بإذن الله مستمرين مع كل المؤسسات الشريكة والمانحة في العمل على تحقيق احتياجات المواطنين، وخاصة في قطاعات البنية التحتية. احنا اليوم بصدد افتتاح مبنى مقر مجلس كروي سفارين، فيه قاعة متعددة الأغراض، وفيه مكتب رئيس مجلس الكروي ومكتبة والمرافق اللازمة لمجلس كروي سفارين. هذا المشروع تم تنفيذه من خلال وزارة الحكم المحلي، وتشطيبه برضه من خلال وزارة الحكم المحلي. وإحنا اليوم استلمنا مجلس جديد، وعلى عهدنا سيتم افتتاح هذا المبنى، إلا أنه ينقص المبنى بعض أمور التشطيب. فنحن نطالب ذوي الاختصاص باستكمال تشطيب المبنى.